ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم عامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يهلك مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده الملك وهو سبحان الذي بيده الملك وهو على كل شيء ترجعون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم
إن أصبح آباؤكم أورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير الجزاء. Thank you.